نبدأ مع بعض أول محاضرة في فوليوم 2، وهبدأها إن احنا نعمل تيكت شيرنج للدريل اللي قدامنا ده. أنا اخترت أو خدت الموديل ده تحديدا علشان كله خامة بلاستيك، وأنا عايز أتكلم على خامة البلاستيك في البروجكت ده تحديدا. تعالوا كده الاول، اولا الدريل ده هو مقسوم ل كام حاجه. لو جينا نبص هنلاقيه مقسوم للتيب، ودي السلاح اللي هنا، بعد كده البادي. البادي مقسوم لجزئين، مقسوم لجزء بلاك وجزء جرين. نفس القصة في البلاك كورد للحتة اللي في الاخر دي. افتكر ان الموديل ده انا كنت نزلته من موقع كاد ناف، موقع كويس قوي انك تنزل عليه من عليه موديلز وتشتغل عليها. في خامات البلاستيك جرب تنزل اي حاجة من التصنيف بتاع التويز او من التصنيف بتاع الهوم ابليكانس، اللي هي الاجهزه المنزليه والاجهزه الكهربائيه والالكترونكس والالكتريكس. يعني هيبقى فيها حاجات فيها خامات، خصوصا الحته بتاع الالكترونكس هيبقى فيها خامات بلاستيك كتير تقدر انك انت تجرب عليها. كده كده السين هترفع، بس لو حابب تجرب على حاجه مختلفه. لو حبيت اوريكو السيت اب بتاعي في السين، مش حاجه معقده. لو قفلنا ده كده، انا عامل مين لايت معتمد على التمبريتشر. المين لايت زي ما احنا شايفين دي 4 4.5، ولا خليها 4، تمام 4.5، والتمبريتشر 5 الى حد ما انا عامله كبير شويه، تمام، عشان يدي سوفت ريفليكشنز وفي نفس الوقت يدي سوفت لايت. السامبل عاملها ب3. عندي بعد كده الفيل لايت وده كولد كولر، ماشي بالشكل ده. انا عامل انتنسيتي ب2 واكسبوجر ب5. سامبلز نفس القصه ب3. بعد كده الريم لايت اللي هو التوب لايت عشان ينور الباك جراوند، تمام، عاملها ده اقل منهم شويه، 2 و اسف 3 و 1 في الاكسبوجر، ويمكن بفكر اخليه 4، تمام، عشان الباك جراوند تنور اكتر من كده. بعد كده عامل الامبيانت لايت عباره عن ارنولد سكاي دوم، تمام، والانتنس بتاعتها عاملها بواحد، وان يكن هي ممكن تبقى 0.75 بحيث ان هي تدي لايت كونتراست. السامبلز برضو انا عاملها ب3. في برضو حاجة تانية، ان الدريل ما التكتشر نفسها ولا اي حاجة خالص، هي عبارة عن ستاندرد عادية جدا، ما فيش فيها اي حاجة. خامة الفلور برضو عادية خالص، هي ستاندرد بكالر ميد جراي، ويمكن انا هزود الديفيوز بتاعه شويتين وبس على كده، مش عامل اي حاجة تانية في السين. كاميرا وكيوب عشان يبقى استوديو، والدريل اللي انا حاطه في نال اوبشن. تعالوا الاول نشوف احنا نعمل خامة البلاستيك دي ازاي، وتعالوا نبدأ بالخامة بتاعت افتكر الجرين. انا عايز بس اعمل حاجة ظريفة، عايز اروح لفلتر او لأوبشنز ديسبلاي اسف، واطلع الواير فريم، تمام، بحيث لما اروح للبادي ابقى عارف. في نقطة كمان مهمة، اروح لفيو سيتنج، ومن فيو هقوم قايل له سيليكشن واير فريم، عشان بس ابقى عارف انا عامل تحديد على ايه. ده الجرين وده البلاك سويتش. يبقى انا كده هشتغل على الخامة الاول. خلينا نشتغل على الخامة بتاعت الجرين، وبعد كده ابقى اشتغل على التاني. دي هنسميها دريل جرين، ودبل كليك، ونفتح نتورك اديتور، ونقفل او نجيب دي كده ونجيب دي كده شويتين، والفيو بورت نحطه الناحيه الثانيه او الاي بي ار. هنيجي على دي، ودي هنكتبها جرين بيز.
عايز اقول لكم على معلومة مهمة. اي شغل، اي شغل باي نود اديتور، اي حاجة بتعتمد على نود اديتور، نصيحة سمي الحاجة بتاعتك لان هتوه في شبكة العنكبوت اللي هنعملها كمان شوية. فخلي التسمية على طول مبدأ ليك وانت شغال، لان فعلا الموضوع مش هيبقى سهل لو الخامة بتاعتك زي ما هنشوف كمان شوية الخامة بتاعتك بقت مركبة. مبدئيا عايزكوا تنسوا تماما اي حاجة اسمها وان كولر. مفيش حاجة في الدنيا وان كولر. تقول ازاي يا عم، يعني احنا لو جبنا اي حيطة واديناها وش بويا ما هي بقت وان كولر؟ تمام، هي انت دهنتها وان كولر، لكن لما انت هتيجي تبص له مش هتلاقيه وان كولر. ليه؟ اولا انت عندك اضاءات جايه منعكسه من الحاجات اللي حوالين الحيطه دي. ثانيا انت عندك ريفليكشنز. ثالثا انت عندك جلوسنس، يعني لو حتى الحيطه دي مصمطه ما بتعكس، تمام، الضوء لما بيخبط فيها بيغير الكلر بتاعها. هو ده اللي انا بتكلم عليه. حاول على قد ما تقدر نقدر نشتغل فيزيكالي اكيوريت، حتى لو انت هتعمل تداخل طفيف جدا في الكلر، بس لازم يبقى فيه ده ممكن يتعمل هنا باكتر من حاجه. انا عايز ادي ده جرين، مظبوط؟ طيب انا ممكن الاول ما اروحش هنا واقوم مدي ده في الكلر ده على طول، لا، الاول خليني اروح لفايل سيف از، وخليني اسيفها في الفولدر بتاعنا ده ولو انه فيه عكعكه كتير، بس تمام. يعني خليني نروح اسميها بلاستيك دريل واقوم قايل له سيف. بعد كده هنيجي هنا، انا عايز اخضر، هقول له ميكس. ابسط نود نقدر نعمل بيها كلر ميكسنج. بما اني قلت له ميكس هناخد دي نحطها هنا في الديفيوز كلر اسود، خلاص. طيب انا هميكس كلر مع كلر. الميكس اماونت مش هعتمد على الرقم، لكن هعتمد على اي صوره، مش صوره بقى، هعتمد على شيدر ابيض واسود زي النويز. طيب جميل، دي هنسميها بيز كلر اندرسكور ميكس عشان اميز لو انا عملت ماسكس او عملت اي حاجه بعد كده ابقى عارف دي بتاعه ايه. هو انا افتكر الكلر، تمام. خليني اعمل الحاجات اللي فيها ميكسنج ولتكن بالكلر ده عشان ابقى عارف ان دي ميكس وابقى عارف ان دي بيز، تمام. طب الميكس هيبقى عبارة عن ايه؟ عن كلرين، اتنين كلر، مش هعمل حاجة غيرهم. طب الكلر اجيبه منين؟ بنود بسيطة قوي اللي هي الفلات نود. فلات هي ما فيهاش، هي كلر، كلر والاوباستي بتاعته. طبعا مش محتاج اي اوباستي، انا بس كل الحكاية انا عايز اخد لون جرين. ودايما دايما 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 خلي الكلر بتاعك دي ساتوريتد سنه واغمق سنه عن اللي انت عايزه، لان الاضاءات والريفليكشنز هتفتح الكلر ده وهتديله ساتوريشن. فدايما خليه دي ساتوريتد شويه واغمق عن ما انت عايز. فهعمل كده واقوم مدي ده ل انبوت 1، تمام، وهاخد كنترول ودوبليكيت، خلاص، وهدي الكلر ده هو نفس الكلر بس اغمق سنه بسيطه ودي ساتوريتد سنه بسيطه. وده كده هقوم رايح هنا ومديه لانبوت 2. اصبح انا عندي تداخل في اللونين. يمكن الكلر ده هخليه اغمق سنه كمان، تمام. ولو احنا رحنا هنا وبصينا هنلاقي لو انا قلت له 0.7 مثلا، فانا بغلب ده على ده. زي ما انت شايف بقى عندي اغمق على افتح كده، انا بتكلم في حاجه فيها رياليزم. اما لو انا اشتغلت زي ده هو كلر ودي، فمش هتاخد اللوك اللي انت عايزه. طب دلوقتي انا هشتغل بده؟ لا، هاجي هنا وهحط نويز، بس النويز في الاول انا هوديها للبيوتي بحيث ان انا اشوف هي عامله ازاي.
والله والله يا مناسبة، بس انا كل الفكرة ان انا بس عايز ازود الاوكتافز سنة بحيث ادي تداخل احسن. السكيل انا افتكر ان انا هسيبه، ولو اني بس هرفع الديستورشن شوية ونحاسب بس من الديستورشن ده، لان الديستورشن بيدي كونتراست. فانا عايز ارجع او اجيب ده كده سنة واقلل الديستورشن ده شوية. يعني افتكر كده التداخل ده ظريف، فدي كده انا هعتبرها الميكس اماونت. دي كده هناخد الكالر ده تمام، او اخليهم زي ما هم كده. اما النويز دي فهي هتبقى الميكس بين الاتنين، فانا هحطها في النص كده بحيث ان انا ابقى بس يعني شايف، وهاجي كده واقوم قايل له ان دي هي عباره عن الميكس. ارفع دي هنا كده، هذا تحت كده، وهدي الت دبليو في، هنلاقيها بالمنظر ده كده. تداخل جميل تمام، غامق وفاتح، والدنيا عندي كده بقت ظريفه. طب كده احنا خلصنا من ده، من الديفيوز، او بمعنى تاني من اللير الاولانيه في الديفيوز، لاني عايز اعمل كمان تداخلات اكتر اكتر من ده. طب انا لو عايز بقى ان انا ادمج لير واثنين وثلاثه واربعه في الديفيوز بحيث ان هو يديني فعلا دي كده تداخلات كتير، لا انا عايز كمان ممكن يكون في شويه زي ايه، حتت غامقه، نقط صغيره لونها اغمق، حاجه بالمنظر ده. دي هنعملها ازاي؟ بايمج نود. هاخد ايمج، لو مش عايز ده انا قلت ازاي نلغيه في محاضرات سابقه، وهاخد ولتكن ايمجز فيها شويه بلوتشز زي الايمج. ممكن تاخد دي، يعني يا دي يعني يا دي او دي، لان دي فيها اسود جامد قوي، فمش عايز اسود قوي قوي زي ده، انا عايز حاجه زي دي كده. وميل اوكي كوبي تمام. الاول هشوف شكلها، بالمناسبة Alt W X هو كده موصل الروت شيدر، اما Alt W V وصل البيوتي. ما علينا من ان البروجيكشن ما يعلم بالله ربنا، بس انا هروح هنا على اليوفي، ومش عارف لو خليته 3 في 3 هيبقى ظروفه ايه. مش اللي هو خالص. طب بوينت 2 بوينت 2 فيها سيمز. طب انا عايز اروح ابص هنا كده، هي يو في مابنج جميله ماشي. طيب هضطر كده استخدم تراي بلانر الشيدر ده، هي طلعت ستاندرد على فكره في ارنولد 5. تراي بلانر مفيدة قوي في حاجة زي كده، فأنا هروح هنا يا رب بس ما تدينيش أحمر، لأن ولا خليني كده أقوم مودي دي هنا كده على طول، وهي افتكر إن هي هتاخد التيكت سير. مرة واحدة للأسف للاسف ما اشتغلتش ادت فلات ريد. طيب يبقى احنا للاسف هناخد دي كده، وهنشتغل بيها في الوضع ده. تمام، واضح ان احنا اصلا المفروض اصلا ناخدها نحطها على الجرين بالظبط كده، ان هو الجزء ده اللي هيبقى جرين والجزء ده اللي هيبقى بلاك. تمام انا افتكر هي كده تمام. دي كده بالنسبه للايمج، بس في حاجه مهمه، ارنولد لينير كولر سبيس تمام.
حين ان الصور دي مش كلها هتبقى لينير كالر سبيس. فالفكرة عشان تدخل الصورة دي بنفس درجات الكالر بتاعها، هنروح هنا وهنحط ممكن لينيرايزد وممكن ال كالر سبيس. مهمة جدا جدا على فكرة جدا النود دي. فانا هضغط بالت واسحبها فوق دي واقوم قايل له انسرت افتر. اصلا انتم مش محتاجين ان انا اوريكم الفرق، تمام؟ هو ده الفرق اللي عملته النود دي. خلاص، هي اوتوماتيك بتاخد السورس سبيس اللي هي التمانية بت وبتحولها. طبعا هي اوتوماتيك بتاخدها اس ار جي بي، طبعا ما اقدرش اقول له حاجه غير كده، هي اس ار جي بي، كل صوره تخش لنا اس ار جي بي. طب انا اعرف منين؟ اقف كده على الصوره، اس ار جي بي اي اي سي 6 مش عارف كام كام كام. طالما هو بالمنظر ده لازم احولها لينير، فمين اللي هيحولها لينير؟ النود دي. لو داخله لك صوره اي اكس ار او الكلام ده كله، هي اوريدي كده كده هتبقى لينير اصلا. فانا هروح ل كده، دي خلاص انا مش محتاج فيها اي حاجه. لو محتاج اعدل فيها هحط مين؟ رامب فلوت. فانا هقول له رامب فلوت برضو الت فوقها انسرت افتر انبوت، تمام؟ بالمنظر ده كده. بالمناسبه لما تشتغل بالرامب فلوت على صوره لينير حاجه تانية خالص وانت شغال على اس ار جي بي. مثلا انا هنا لو عملت كده اقل رفعه انا فعلا هاخد حاجات معقوله جدا وهظبط الكالر بتاعي زي ما انا عايز. لكن تخيل لو انا شلت دي النوت دي ووصلت من دي لدي على طول، شايفين الدقه حتى في اللون في الكالر مش هتبقى موجوده. فانا عشان كده عملت دي. عندي رينج يعني كتير قوي من الاسود اقدر ان انا اتحكم فيه. فدي بصراحه الميزه بتاع الكالر سبيس دي. دي انا من ساعتها هعمل فيها ايه؟ اولا انا كده اطمنت على مكان الصوره، تمام؟ فهروح هنا وهحط لاير كالر، تمام؟ لاير كالر طبعا هي من 8 ل1. مفيش هنا اي اوبشن يخليني اعكس الترتيب ده، يبقى من 1 ل8. مش عارف، حتى لو عملت عليها رايت كليك فيو مينيمايز، لا كونكشن مش عارف ايه اوبريتورز، مفيش حتى اي حاجه تخليها تعيد ترتيبها تاني. فالستاندرد دي هيخش فيها الكالر ده وهتروح هي هنا، تمام؟ كده رحنا للاسود. لكن تعالوا هنا بقى، دي كده هتروح هنا في لاير 1 ودي هتروح هنا كده في لاير 2، تمام؟ طبعا لاير 2 ما ظهرتش. ليه ما ظهرتش؟ لان الالفا بتاعتها بزيرو. فانت هتعمل كده ظهرت لاير 2 بالمنظر ده، لكن البلند مود هيبقى مالتيبلاي حاجة بالشكل اللي احنا شايفينه كده. طبعا انا ممكن اتحكم في الاوباستي، لو انا سحبت دي كده فانا هتحكم في الاوباستي بتاع اللير، وهو ده هو ده اللي انا محتاجه. طبعا لو انا جيت عملت كده ورحت ساحب تاني الاسود هلاقيها بالمنظر ده. طبعا انا بس عايز اقفل دي و عايز بس اعمل زوم ان للكاميرا بحيث يبقى الدريل كله يبقى قدامي بالمنظر ده كده اقرب ما يكون، تمام؟ يبقى الدريل قدامي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين هو ده التداخل اللي انا كنت بدور عليه. انا شايف ان هو هنا المفروض يبقى في السبيكولر، نرفع الروفنس سنة لو ما بيبقاش بيلمع قوي كده، تمام؟ وممكن ان انا اروح في اللاير كالر واخد الاوباستي
اقل من كده كده. تمام، ده بالنسبة كده ليه الماتريالية الأولانية بتاعت البلاستيك. وأفتكر إن احنا لو رحنا ليه هنا ورفعنا السبيكولر، وقللنا السبيكولر، هقلله شوية بس هروح في الريفراكشن اي او ار وارفع الريفلكتيفيتي. في المنظر الديفيوز هقلله شوية بالشكل ده كده. طبعا ما ينفعش يبقى كده. جميل جدا، فاضل الروفنس. ازاي نتحكم في الروفنس؟ هتبقى بنفس الموضوع تمام، بس انا عايز اجيب ايمج تانية. فكنترول هسحب، هاخد الاتنين دول كده كنترول واسحبهم تمام بالشكل ده، وهودي دي للبيوتي مؤقتا، بس دي هتتغير بقى. هروح هنا واخد فينجر برينتس. افتكر كان عندي حاجة للفينجر برينتس، بس افتكر دي هلاقيها في الاسيتس فولدر. في 2D assets textures masks. في عندي واحدة عندي اتنين تلاتة كمان للفينجر برينتس. حتى لو يعني لو انت عايز تدور اكتب في جوجل فينجر بقى تمام، دي او دي او دي، كل دول ينفعوا للي انا عايزه. هاخد دي واقوم اعمل له اوبن. طبعا يقول لي ماشي تمام جميل. واضح ان دي بقى محتاجة هنا في اليو في كوردينيتس مثلا 4x4 عشان تتغير اس ار جي بي. طب انا لو وديتها كده تمام كده عشان كده شيل بقى دي لان الانبوت ما هو اس ار جي بي بالظبط، عشان كده ما كانتش ظاهره. لو وقفنا كده هتلاقيه بيقول لك ايه جراي جاما، خلاص ما تحط لهاش لا لينيرايزد ولا تحط لها اي حاجه. هرجع هنا تاني لليو في وهخليها 2 باي 2 مثلا بحيث تبقى بالشكل ده كده. انا مش عارف هو تقريبا هو البتاع ده هو اللي اليو في بتاعه مش مظبوط، مش عارف يعني. لو شلت اليو في تاج نفسه ورحت كده عملت سيلكت الماتيريال ورايت كليك، هاخد دي مثلا احطها اي حاجه، احطها ولتكن مثلا كيوبيك ولا حاجه بالظبط. هو كان اليو في بتاعه اللي فيه مشكله برضه، انا قلت في حاجه غلط. رايت كليك قوم قايل له جنريت يو في كوردينيتس، بس هو تقريبا يمكن عشان معمول على برنامج تاني ف في حاجه ما كانتش مظبوطه فيه، عشان كده التكرار كان فعلا مش اللي هو بصراحه. نفس القصه كان في الايمج اللي قبل كده. فدي لو 1 باي 1 بالظبط كده الدنيا بقت كويسه. الاول برضو كنت مستغرب يعني، نفس الصوره الاولانيه برضو كنت طالعه فيها نفس المشاكل، فانا هخلي دي 3 باي 3 5 باي 5 لان الصورة حجمها صغير. اه بالظبط حاجة بالشكل ده كده. طب دي هتتحكم لي في ايه؟ دي هتتحكم لي في الروفنس. لو احنا ودينا بقى دي كده، لاني افتكر هلاقي هنا هلاقي هنا كلام تاني، لان لو خدت الصورة دي وديتها هنا كده انا برضو قلت كده التوزيع بتاعها اتغير وبقى شكلها احسن بكتير.
طيب كويس ان احنا شفنا الحتة دي في النص عشان نبقى عارفين العيوب اللي عندنا وعارفين برضو نصلحها ازاي. لو انا زودت دي كده يعني فرق فظيع بصراحة، فرق فظيع بجد بين الاثنين. يعني يمكن السكيل لو قلت له 2 باي 2 كده اقدر اقول ان انا شغال، لان الاول بصراحة ما كانتش اللي هي خالص يعني. فممكن ننزلها ل 0.5 كده، جميلة جدا. نيجي للايمج دي، الايمج دي هقوم واخدها فوق بس هنا كده، واروح هنا وهنا اهو اقول له ان دي هتروح في السبيكيولار روفنس كده. الاسود هيبقى ريفليكشن، الابيض هيبقى روفنس. يبقى انا هروح كده وممكن كده دي خلاص. يبقى انا كده محتاج هنا على طول محتاج رامب فلوت، رامب فلوت، وهقوم اوت فوق دي انسرت افتر انبوت. محتاج ان انا الاول اودي دي للبيوتي عشان ابقى شايف الدنيا فيها ايه. طبعا الاسود زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده، فانا هروح للرامب فلوت دي والاسود ده هزقه لفوق سنة سنة، لان هو انا عايزه يبقى زي ما هو بس ما يبقاش اسود قوي، تمام. في حين الابيض ده هاخده لجوه كده بحيث ان هو يبقى ابيض ابيض. او في احسن من كده، انا اخلي دي زي ما هي مثلا وارفع ده سنه، تمام. وبعد دي هحط color correct alt فوق دي insert after input برضو، تمام. ماشي. هنا بقى لو انا قللت الجاما هتبقى كده، لو انا زودت الجاما او سبت الجاما بواحد هتبقى كده. لو انا رحت هنا للاكسبوجر بقى وده اللي انا عايزه ورفعت او قللت هتبقى بالمنظر ده. كونتراست هو ده اللي انا عايز اوصل له، تبقى دي رف وفي نفس الوقت ما يبقاش او ما تبقاش دي ريفلكتيف قوي كده. وصلنا للي احنا عايزينه. هرجع دي مكانها، ودي بقت في الروفنس زي ما احنا شايفين. استنى شوية كده عشان يتعمل لها سامبلينج. فتشاف مش هتشاف دلوقتي، هتشاف لما يتعمل لها السامبلينج بتاعها. ودي لو رفعناها فوق زي ما احنا شايفين اقل رفعة اللي بالشكل ده كده. احنا فنشنا الجرين تكستشر، فاضل بقى هتكلم على البلاك، وكمان بالمره اتكلم على البامب في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.